أرحب بكم مشاهدينا الأعزاء عبر شاشة قناة الريان الفضائية، ونحن ننتظر انطلاقة شوط الدرع الثاني وختام الدروع. وانطلق أيها الأعزاء مشاهدينا الكرام في كل مكان هذا الشوط الأول الرئيسي، شوط وضع له مجسم بوابة الشحانية، شوط سيعمل المضمرين لانتزاعه بأي طريقة وإمكانية، شوط تراقبه وتلاحظه النواظر وتهفو لانتزاعه القلوب والخواطر، شوط يتابعه ملايين المشاهدين، ونحن بدورنا كمعلقين ومتابعين نتمنى التوفيق لكل المشاركين. الله 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 الله، يا سلام على هذه الانطلاقة الرائعة. وتابعنا وإياكم مشاهدين قناة الريان المغيرة من انطلقت في شوط القمم في شوط الجداع البكار، وانتزعت بذلك الانطلاق أغلى أشواط هذا المساء وخامس دروعه، وأيضا شوط هام هام وستدخل التاريخ من عبر بوابة مجسم الشحانية. سنراقب أيضا من هذه الأسماء أيضا سيعبر مع بوابة مجسم الشحانية مقدمة الشوط، ومن يحتل المركز الأول مشاهدينا الأعزاء. المركز الأول حامل الرقم 21 وهو للإمبراطور محمد بن علي بن قريع المري، من أيضا تأمل بانتزاع هذا المجسم واسمه مهيض على مقدمة الشوط. وفي المركز الأول ننتقل إلى المركز الثاني شاهين لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي على المركز الثاني، يا سلام، ويليه على المركز الثالث الغربي 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 لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري مشاهدينا الأعزاء، وشعار هل الغربي اللي قادمين اليوم والإعصار يضرب هنا أرضية ميدان الشحانية من خلال انطلاقة هذا الشعار القوي. وفي هذا الامتحان الحقيقي في هذا اليوم ننتقل أيها الأعزاء لنتعرف على المركز الرابع، الأسد 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 الأسد، وتعود ملكية الأسد ناصر بالعوض المنهالي أيضا من المرشحين الأقوياء لانتزاع هذا الدرع. وننتقل إلى الذي يليه على المركز الرابع مناور لمكتوم بن إبراهيم بالكور المزروعي، هذا هو النداء الأول مشاهدينا الأعزاء في شوط الدرع، شوط الدرع الدرع الدرع، الله الله الله، شوط المجسم أغلى أشواط هذا اليوم وأغلى أشواط المهرجان. ما زال على مقدمة الشوط مهيض 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 لمحمد بن علي بن قريع، أو مهول لمحمد بن علي بن قريع المري مشاهدينا الأعزاء على مقدمة الشوط بشعار أحد الخبراء وأحد الشباب المميزين محمد بن علي بن قريع المري، ويليه على المركز الثاني شاهين عنزان بمحمد بن عنزان النعيمي على المركز الثاني. ننتقل لنتعرف ونستكشف المركز الثالث الغربي، يا سلام، الغربي 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 لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ويليه هنا مناور لمكتوم بن إبراهيم بالكور المزروعي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس ومن يتقدم السنافي لمحمد بن حمد بن كردوس العامري، هذا هو نداءنا. وأيضا هناك أسامي لم يحل موعد دخولها من خلال هذه الانطلاقة، وأيضا هناك تخطيط لهذا الشوط وتكتيك من قبل المضمرين من قبل المسايرين، وأيضا المتابعين يراقبون هذا الشوط، والمسجلين والكاتبين يترقبون الفائز ليتكلمون وليدخل عالم الأضواء وعالم التاريخ من هذا المساء. لا شك بأنه في مقتبل العمر وفي سن الجداع، ولكن هذا الرمز كفيل كفيل بأن يدخل الفائز إلى عالم وإلى بوابة التاريخ من خلال بوابة مجسم الشحانية. عود إلى مقدمة الشوط بالكور مناور يناور 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 في هذا الشوط القمة، تعود الملكية لمكتوب بن إبراهيم بالكور المزروع أحد الشعارات القوية مشاهدينا الأعزاء، ونحن نشارف على منتصف المسافة في هذه اللحظات. ولكن المركز الثاني مهول مهول في شوط
شوط الهوايل، في شوط الهوايل هنا لمحمد بن علي بن قريع المري، بينما المركز الثالث الوصول والتقدم من شاهين عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، بينما المركز الرابع الغربي لمحمد بن زايد بن خلفاني المنصوري ومتابعة محمود الوهيبي في هذا الشوط، ولكن تغيير على الغربي. سنافي يتقدم وإلى الأمام، سنافي وهو سنافي في هذا الشوط، وهو سنافي في هذا الشوط، محمد بن حمد بن كردوس العامري. هذا هو نداءنا مشاهدينا إلى أعزاء، وأعود إلى مقدمة الشوط. مناور 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 على المركز الأول، والعصا قوس والآلي مثبت تثبيت وينطلق عكس الريح مشاهدينا الأعزاء في تسارع وتسابق مع الزمن. الله يا مناور، الله يا مناور، مناور ينفرد في هذه اللحظات بشوط الدرع وبالمركز الأول، حتى هذه اللحظات هو أول العابرين وأول الداخلين إلى بوابة الناموس. مناور مناور مناور، مكتوم بن إبراهيم بالكون المزروع إلى شك يا أخوي مكتوم بأنها لحظات تاريخية ولحظات حساسة 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 للمشاركين وللمتابعين. الله الله الله. ننتقل إلى المركز الثاني، مهول وشعار الإمبراطور، شعار الإمبراطور، ولا يمنع لمالك هذا الشعار من تفجير مفاجأة في هذا الشوط بما أنه يدفع بمهول لمحمد بن علي بن قريع المري. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن يتقدم هنا شاهين لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، وهدوء حذر من الملاك في شوط قوي شوط نخبوي. نشاهد المركز الرابع، القدوم من السنافي لمحمد بن حمد بن كردوس العامري، ويصل هنا منذر صالح بن حمد القمرة يقود المنطلقين، يقود هذا السيل القادم والجارف ويتقدم إلى المركز الرابع. يليه في المركز الخامس أيها الأعزاء شاهين عمير بالحزمي بن قناص العامري. يا سلام، أرى شعارات وشعار بن شافي وشعار الأهل الغربية أيضا وغيرها من الشعارات، وصويحي بن خيلان أيضا شعاره أراه قادم، وأرى شعارات مشاهدين الأعزاء رشحت في مساء البارحة في استديو النجوم. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. يا سلام، الله، بنشوف توقعات الخبراء وأيضا المختصين في هذا الشوط، وربما يأتي اسم يقلب التوقعات، لا مانع من ذلك. ما زال مشاهدينا الأعزاء، لما لا، ونحن في شوط المفاجآت في شوط الدرع، ما زالت مقدمة الشوط مناور مناور مناور. 1500 متر يا بالكور على خط النهاية. يا سلام يا مناور، يا سلام يا مناور، ما زال سيد الموقف وفي رصيده سيارتين فخمتين لكززين، أتمنى له التوفيق، من أفخم السيارات انتزعها هذا المشارك ويشارك في شوط الدرع. أهم المشاركات، أهم المشاركات له في هذا المساء. مناور مناور مناور، مكتوم بن إبراهيم بالكور المزروعي. المركز الثاني أيها الأعزاء شاهين عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، ويصل منذر، وهذا الإنذار الخطير، هذا الإنذار الخطير لصالح بن حمد القمرة، ويليه الزاير، الزاير والجذاب ينطلق يلاحق الزاير، الزاير لمحمد زايد بن خلفان المنصوري، وأيضا الزاير مشاهدين الأعزاء على المركز الرابع، وأهالي تبوك مع صويحي بن خيلان الشمر يا أهالي حايل مشاهدين الأعزاء، ولكن اقتحام على المركز الرابع شاهين عمير بن حزمي بن قناص العامري، وأيضا شعار الغربي والغربية على المركز الخامس مشاهدين الأعزاء. ما زال مناور، ما زال مناور مع الكيلو الأخير، مع 800 متر الأخيرة، وشعار بن شافي قادم، ولكن منذر 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 يعبر مشاهدين الأعزاء مع بوابة مجسم الشحانية، ولكن هل الريان يا سلام محمد بن ناصر بن حمود آل شافي مشاهدين الأعزاء قضعان قضع القعدان في هذا الشوط، قضعان مشاهدين الأعزاء، وأيضا شعار محمد بن زايد المنصوري قادم. يا سلام شعار المغيرة، غارة شعار المغيرة، غارة شعار المغيرة على أشواط الرموز في هذا المساء، وكما توقع الخبراء وكما صرح الناطق
باسم عزبة محمد بن زايد المنصوري. والله صدقت يا سعيد، صدقت يا صالح بن سعيد عندما قال نحن قادمون، ولكن منذر 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 أيها الأعزاء، ولطام لطام لطام حتى هذه اللحظات درع ومجسم بوابة الشحانية يلطم الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، إذا لطام هل الغربية لطم قعودي شوط واحد للركاب، يقوم راسه وينتهي ما هو زريق. تهانينا يا محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على انتزاع الدروع في هذا المساء. المركز الثاني منذر، صالح بن حمد القمرة. المركز الثالث الزاير لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الرابع الجذاب لصويحي بن خيلان الشمري. المركز الرابع المركز الخامس وصل فيه شاهين العمير بالحزمي بن قناص العامري. تهانينا أيها السادة المشاهدون لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري نجم المواسم والإعصار الغربي، من تميز في هذا المساء بانتزاع الدروع ويعبر بهذا الفوز، هذا العبور الكبير والتاريخي هنا على أرضية ميدان الشحانية، لينتزع مجسم بوابات الشحانية، ينتزع البوابات ويدخل أيضا وتفتح له بوابات الفوز وبوابات الناموس. سلام للإمارات وللغربية بالتحديد. 9:40 72 جزء من الثانية. تهانينا لمالك لطام محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والتهاني للمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. منذر يحتل ويصل في المركز الثاني بهذا العرض المشرف. 9:41 54 جزء من الثانية. تهانينا لصالح بن حمد القمرة، والتهاني لحمد بن محمد بن سالم بن جهويل. بينما المركز الثالث يصل فيه الزاير بتوقيت زمني 9:44 ستة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الزاير محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. انتهت أشواط الرموز مشاهدينا الأعزاء، وكانت غربية.